بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل شامبو الألوفيرا الطبيعي، وصفة سحرية بأقل تكلفة هتكون الحل السحري لحل جميع مشاكل شعرك. هتعمل على تجسيف وإطالة الشعر وإعادة نموه في وقت سريع جدا، كمان هتعمل على ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن والهايش. الوصفة دي هتكون مزايا بلا حصر. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. انا هحتاج بقى لنبات الصبار الطبيعي، وده بيكون شكله. اول حاجة بقى لما بنيجي نقطع نبات الصبار الطبيعي ده بنلاحظ ان هو بينزل سائل اصفر. السائل الاصفر ده بيسبب حساسية للجلد، فلازم نتخلص منه تماما. فاحنا هنسيب بقى الصبار يصفي السائل الاصفر ده لمدة ساعتين او 3 ساعات لغاية ما يصفيه تماما، وبعد كده نغسله بالمية. بعد بقى ما سبت الصبار مدة كافية لغاية ما اتخلص من السائل الأصفر تماما، أنا هنا غسلته بقى بالمية ونشفته كويس جدا. بعد كده بقى وباستخدام السكينة هبتدي اتخلص من الشوك اللي في الجوانب. بشيل بقى الشوك بالشكل ده. بعد بقى ما شلت الشوك من الجوانب بالشكل ده هبتدي بقى باستخدام السكينة اقشرها. هشيل القشرة الخضراء دي، بس هشيل قشرة بسيطة جدا. انا قشرت بقى الصبار بالشكل ده، وطبعا القشور دي انا مش برميها لان بيبقى فيها برضو جل صبار بيكون مفيد جدا. بتمسحيها على البشرة وكمان على الشعر لغاية ما بيخلص الجل اللي موجود فيه علشان تستفيدي بكل حاجة في الجل ده، لأنه بيكون مفيد جدا. ده بيكون بقى مكعبات جل الصبار بعد ما قطعتها بالشكل ده. لعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمقدار نص كوباية من مكعبات جل الصبار. هجيب بقى دلوقتي الخلاط وابتدي بقى اضيف فيه دلوقتي نص كوباية مكعبات جل الصبار. بسم الله. هضيف بقى دلوقتي على مكعبات جل الصبار معلقة كبيرة من ماء الورد، وهبتدي بقى دلوقتي اخلط المكونات دي مع بعض لغاية ما تنعم كويس جدا وتبقى زي العصير. خلطت بقى كده المكونات لغاية ما نعمت كويس. شايفين بقى شكلها بقت خليط ناعم بالشكل ده. باستخدام بقى مصفى تكون ضيقة هبتدي بقى اصفي خليط الصبار ده علشان عايزاه يبقى ناعم جدا وما يكونش فيه اي كتل من الصبار. هبتدي بقى دلوقتي اصفي خليط الصبار كده، وباستخدام بقى المعلقه هفضل اضغط عليه لغايه ما انزل كل كميه الصبار اللي موجوده فيها. انا صفيت بقى كده خلاص كل كميه الصبار، والبواقي دي انا مش بتخلص منها لانها بتكون مفيده جدا. بتفركي بيها الوجه وكامل الجسم، بتعمل على تفتيح وترطيب البشره. ده بيكون بقى شكل جل الصبار بعد ما صفيته الشكل ده. ممكن نشوف كمان شكله، الخليط ناعم ومتجانس مفهوش اي بواقي من الصبار. لعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمقدار نص كوباية من جل الصبار. هبتدي بقى بإضافة المكون الأول ونص كوباية كده من جل الصبار. المكون بقى اللي هضيفه بعد كده هيكون شامبو الأطفال، وشامبو الأطفال ده بيكون خفيف جدا على الشعر لأنه بيكون خالي من المواد الكيماوية الموجودة في الشامبوات العادية اللي احنا بنستخدمها. لعمل الوصفة أنا هحتاج لمقدار ربع كوباية من شامبو الأطفال. هضيف بقى المكون التاني هو ربع كوباية كده من شامبو الأطفال. المكون بقى اللي هضيفه دلوقتي هتكون معلقة صغيرة كده من زيت الأرجان، ولو مش متوفر بقى عندك زيت الأرجان تقدري تستخدميه بمعلقة صغيرة من زيت جوز الهند. اخر مكون بقى عندي هضيفه هتكون نقط صغيره كده حوالي 4 أو 5 نقط بس من اي زيت عطر يكون متوفر عندك. انا هنا هستخدم زيت الروزميري او زيت اكليل الجبل، وتقدر بقى تستخدم اي زيت عطر يكون متوفر عندك. كمان استخدام الزيت العطر في الوصفه فوق ان هو بيكون مفيد جدا للشعر، وكمان هيقضي على اي ريحه غير مستحبه لجل الصبار، يعني هيعطر الوصفه. بعد بقى ما ضفت كل المكونات كده مع بعض هبتدي بقى بخلط المكونات دي لغايه ما تندمج كويس جدا مع بعض. وتقدري كمان ترجعي كل المكونات دي في الخلاط وتخلطيها لمدة دقيقة واحدة، كل المكونات هتندمج بشكل أسهل وبشكل أفضل كمان، أو ممكن حتى تخلطيها بالمضرب اليدوي.
ده بيكون بقى قوامها، شايفين شكل الشامبو ديكتو هايلة، كمان الرغوة فيه عالية ازاي. وبكده خلاص اكون جهزت الشامبو، شايفين بقى نتيجته، قوامه حلو جدا وفي نفس الوقت فيه الرغوة عالية وكمان ريحته هايلة، يعني هيكون وصفة متكاملة. وبالنسبة بقى لمدة صلاحية الشامبو ده، فانت تقدري تحتفظي بيه في التلاجة، هيكون صالح للاستخدام من 20 يوم لغاية شهر وممكن اكتر كمان، لكن لو حبيتي تحتفظي بيه خارج التلاجة هيكون صالح للاستخدام من اسبوع لغاية 10 ايام بس. يفضل يعني لو انت احتفظتي بيه خارج التلاجة ان انت تعملي كمية صغيرة وتجدديها بانتظام، ده بيكون افضل عشان طبعا المكونات تكون فعالة اكتر وتحافظي على فعاليتها. وملحوظة مهمة جدا، ان انت لو احتفظتي بالشامبو ده خارج التلاجة طبعا لو لاحظت اي تغيير في لونه او في ريحته او في قوامه لازم تتخلصي منه على طول، لكن لو لاحظت بقى ان ريحته زي ما هو زي ما عملتيه اول مرة كل مكوناته يعني زي ما هي، فتقدري طبعا تستخدميه عادي جدا، لكن اي تغيير في مكوناته او في ريحته او في لونه او في قوامه لازم تتخلصي منه على طول. ولو حبيتي بقى تعملي كمية كبيرة من الشامبو ده وتحتفظي بيه لمدة طويلة جدا، فانت هتعملي الشامبو زي ما عملناه بنفس الطريقة كده وهتحطيه بقى في مكعبات التلج وتحتفظي بيه في الفريزر، هيفضل صالح معاكي للاستخدام من 3 شهور لغاية 6 شهور، وكل ما تيجي بقى تستخدميها تخرجي مكعبين او 3 مكعبات حسب طول شعرك وتسيبيهم لغايه ما يفكوا تماما وتستخدميه عادي جدا. الطريقه دي هتحافظ على مده صلاحيته لاطول فتره ممكنه. نيجي بقى لطريقه استخدام الشامبو. الشامبو ده انت بتستخدميه نفس طريقه استخدامك للشامبو العادي، الفرق الوحيد بس ان انت لما بتيجي تستخدمي الشامبو ده على الشعر بتدلكي بيه فروه راس كويس جدا لمده 3 او 4 دقائق وبعد كده بتسيبيه على الشعر لمده 5 دقائق كمان، وده طبعا لان كل مكوناته طبيعيه فعشان شعرك يستفيد بكل مكوناته بتسيبيه بقى على الشعر لمدة 5 دقايق أو ممكن 10 دقايق كمان بس مش أكتر من كده. طبعا ده غير الشامبو الكيماوي اللي احنا بنستخدمه، يفضل ان احنا منسيبوش على الشعر خالص، كمان ميفضلش ان احنا نستخدم منه كمية كبيرة، لكن الشامبو ده تقدري تستخدمي منه كمية كبيرة عادي جدا لأن كل مكوناته طبيعية وآمنة جدا في الاستخدام، بالعكس كمان هي بتكون مفيدة جدا للشعر. هتدلكي بقى فروة الراس كويس جدا بالشامبو ده وبعد كده تغسلي بيه كامل الشعر وبعد كده تغسلي شعرك عادي بالمية. بعد كده بقى يفضل ان انت ترطبي شعرك بأي زيت، وافضل زيت ممكن تستخدميه لترطيب الشعر هيكون مسحة بسيطة جدا من زيت جوز الهند. هنستخدم بقى الشامبو ده على الشعر بنفس الطريقة دي من 2 ل3 مرات في الاسبوع تكون كافية جدا، واي شامبو برضه هتستخدميه على الشعر ما يفضلش ان انت تغسلي شعرك اكتر من 2 او 3 مرات في الاسبوع، وده عشان تحافظي على الزيوت الطبيعية لفروة الراس. الشامبو ده بيكون غني جدا بالفوائد للشعر، فهو بيحفز نمو الشعر بشكل سريع جدا وبيمنع التساقط وبيقوي جذور الشعر وبيحفز الدورة الدموية في فروة الراس، فبيعمل على إنبات الفراغات، كمان بيكثف الشعر جدا وبيزود طوله في وقت سريع، وبيعمل على ترطيب الشعر الجاف والخشن والهايش وبينعم الشعر جدا، كمان بيعالج القشرة وبيقوي بصيلات الشعر، وبيكون أفضل مرطب للشعر الجاف والخشن والهايش، يعني بيكون مرطب فعال جدا، يعني بيعمل كبلسم للشعر، كمان بيعالج تقصف الشعر. شامبو جل الصبار الطبيعي بيكون وصفة متكاملة لحل جميع مشاكل شعرك بأقل تكلفة، كمان بيكون آمن جدا في الاستخدام ونتائجه بتكون من أروع ما يكون على الشعر، هيكون الحل السحري لحل جميع مشاكل شعرك، كمان هو هيكون الرغوة فيه عالية جدا وكمان بيعطر الشعر، يعني هيكون وصفة متكاملة، هيعمل على تجسيف الشعر وإطالته وترطيبه وكمان هيعطره وهينعمه. وأتمنى طبعا إن تكون وصفة النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.